ان شاء الله. بس اليوم كمل. لا انا يعني متفاجئ ان الموضوع يعني قبل كنا قبل كانت مدللتنا السميه ما ادري يعني استعانتك بهذه الاشياء الوهميه. صدقني تقدر تاكل صدقني. هالاشياء الوهميه شو الغرض منها؟ صباح الخير اول شيء. صباح النور. سميه شلونك؟ الحمد لله تمام. اليوم مسكين عبد العزيز كل مره اي يعني اليوم اللي مو فيه السوالف. اليوم جايبين مودلز بس فود مودلز احنا عاده نستخدمهم حق تعليم عد الكربوهيدرات للناس المصابين بالنوع الاول من السكر. ان نقول له مثلا هالبطاطس ايش كثر تتوقع فيها كربوهيدرات، ولا هالمثلا الخبز ايش كثر تتوقع فيها كربوهيدرات، وبالتالي ياخذ جرعه الانسولين. اليوم موضوعنا مختلف عن موضوع عد الكربوهيدرات او النوع الاول من السكر. موضوعنا عن السعرات الحراريه. الجنون انا بصراحه اسميه جنون سميه سوري، يعني اللي يمشي ورا نظام السعرات ولازم انا في اليوم ما اتعدى ال 1200 ولازم اذا تعديت اروح اسوي رياضه احرق ال 200 اللي انا زدت. شوفي لاي درجه، وانا قلت من الناس المهووسين في هذه الامور، لان بلشنا خلاص نقنن الاكل، ناخذ لايف ستايل جديد اخر، نحرص على الاكل، مو بس بالاكل، شنو اللي يدخل داخل الجسم. صح. فازمه عند كثير من الناس، قدامنا مجموعات كثيره والسعرات عد وخربط، فسولفي. اوكي، فموضوع حسبه السعرات الحراريه يمكن مهمه لانها تساعد في نزول الوزن، بس مثل ما قلتي في ناس يوصلون لمرحله الهوس انه اي شيء ياكلونه لازم يدورونه بالبرنامج ولازم يشوفون هل تعدوا السعرات اللي هم المفروض ياخذونها باليوم ولا لا. هو هذه مو دعوه ان الناس لازم كلهم تتبع نظام عد السعرات، بس الناس اللي مثلا تبي تاكل براحتها وما تحب تلتزم بنظام غذائي، لازم تاكل توستتين الصبح وهالكثر على الغداء وهالكثر على العشاء. يقدر يتبع نظام السعرات انه هو ياكل اللي بخاطره، لكن ما يتجاوز عدد الليمت. سعرات اي ما يتجاوز الليمت اخر اليوم، مثل ما قلت اذا خربط يروح يسوي رياضه يعوضها. احنا بنعرف وين. بس قبل لا ندش بالتفاصيل ونتعرف على السعرات الحراريه، ايش كثر للرجل وايش كثر للمراه؟ نذكر بس المشاهدين بشكل عام الرجل ممكن يحتاج 2000 سعره حراريه او 2500. انا قاعد اتكلم اللي ما يبون يسوون رجيم، يعني الاحتياجات العاديه يعني خلينا نقول 2000 الى 2500 سعره حراريه. صح. النساء ممكن 1800 سعره حراريه. اي اللي تبي تسوي دايت انا عاده ابدي الريايل 1500 باليوم والنساء 1200 باليوم. طبعا على حسب يتفاوت، ممكن الريال 1500 يكون وايد قليل مقارنة بقبل كان ياكل 3000 و4000، فنبدي نزول تدريجي، لكن هذا بشكل عام 1500 1200 يعتبر مناسب. وين موجودة السعرات الحرارية بالأكل؟ إذا بتكلم عن المجاميع الغذائية فهي فيها كربوهيدرات وبروتينات ودهون ومعادن وفيتامينات وماء، هذه هي 6 مجاميع. السعرات الحرارية يجونا من 3 فقط اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. أحلى أشياء يعني. الحين إذا أنا بسألكم أيهم أكثر واحد يعطينا سعرات حرارية، هل هي الكربوهيدرات والبروتينات ولا الدهون؟ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دهون. عبد العزيز فاز. الدهون. فالدهون تعطينا سعرات حراريه اكثر من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات الجرام الواحد يعطينا 4 سعرات، الدهون الجرام الواحد يعطينا 9 سعرات حراريه. في وايد خرعه من الكارب، يعني وايد الناس تخاف من الكارب. الحين مشكله الكارب انه لما اكلها انا زياده عن احتياجي تتفق. الجسم ياخذ طاقته من الكربوهيدرات. صح. اي شيء زياده انا اعطيه يقوم يخزنه دهون. فهو بالنهايه يتحول دهون الكربوهيدرات لان احنا خذيناها اكثر عن الحاجه، بس الطاقه اللي انا قاعد اكلها تجيني من الدهون اكثر من الكربوهيدرات. لو انا باخذ مثال هني عندنا بيتزا عبد العزيز، البيتزا وهميه عندنا اياها نفس باجي جروب. فاذا بشوف موضوع البيتزا، شريحه البيتزا فيها 36 جرام من الكربوهيدرات و19 جرام من الدهون، لكن اذا بحولهم على سعرات الحين الدهون اقل لانها 19 جرام. صح. فيها 144 سعره جايه من الكربوهيدرات و170 سعره جايه من الدهون، مع ان كميه الدهون في البيتزا وايد اقل من كميتها بالكربوهيدرات، بس لان سعراتها تعطي طاقه اكثر وبالتالي سعراتها تطغى على البيتزا. الحين هذه تقريبا كلها فيها 375 سعره حراريه، لان ما حسبنا البروتينات. فيها بروتينات. الجرام الواحد من البروتين نفس الكربوهيدرات يعطي 4 سعرات. فبالنهايه الناس لما تبي تيجي تختار الاكل، عشان كذا الانظمه اللي قليله بالدهون تاثيرها بالوزن على المدى الطويل، اذا واحد بيسوي دايت سنه واحده، اللي يسوون دايت قليل بالكربوهيدرات ودايت قليل بالدهون اثنينهم ينزلون نفس الوزن خلال سنه. صح. لكن بعد السنه اللي ملتزمين في نظام قليل بالدهون يكونون محافظين على ثبات الوزن او يستمرون في نزول الوزن اكثر من اللي في الناس اللي يتبعون نظام قليل بالكربوهيدرات. وين موجود الكارب؟ هذا كم اتفقنا؟ 375 370 اي سعره حراريه. شريحه البيتزا البابروني انا اختياري كان على اللي فيها بابروني. تمام. 370 اي سجل.
شريحه. اي اي هذه اي اي الشريحه الواحده تدري بامريكا عباره عن ثنتين من اي. فطبعا كل ما كان السايز اللي انتم طالبينه مثلا ميديوم السلايس ماله اقل من شريحه البيتزا اللارج، فكل ما كان الطلب اكبر كل ما كانت الشريحه اكبر وبالتالي السعرات الحراريه تكون اكبر. وثك وسن وهالسوالف. اي اكيد. فاذا الثك عاد تصير اكثر فيها ساسج بالحاشين هسه اكثر معجنات بعد منتفخ بالضبط. اي حاطين جبن كلها سعرات بسعرات بالضبط. بس انا والله تبين صدق اكل بيتزا بس شفتي هالشريحة اخذ ربعها عن خاطري بس ربع الشريحة. هو ترى النظام الغذائي دخلت وايد كالوري. هو النظام الغذائي الصحيح ان انت تاكلين اللي بخاطرك. النظام اللي يحرمك من الاكل هو نظام فاشل. انا هذا اللي قاعد اسويه. هذا الصح. هو باعتدال يعني تاكل اكل نظيف تاكل اكل محتوى صحي، ولما تخربط يعني هو في مقولة يعني تعجبني تقول ان 80% اكل حق جسمك و20% غذي روحك يعني الاشياء اللي انت بخاطرك فيها. بس انه مو كل الاكل يكون خرابيط وتغذية للهواء والنفس للأسف يعني يعني مقارنة معدلات السمنة بالكويت الناس قاعد تاكل بس على شهوتهم شنو تحب شنو مو شنو اللي في جسمهم. شهوتهم فيها العافية لعيونكم كلكم مشاهدينا. انزين خلينا نشوف المجاميع الغذائية وين السعرات اللي موجودة فيها. لو بشوف أول مجموعة هني إذا يبين معانا على بالكاميرا أول مجموعة اللي هي مجموعة المخبوزات احنا نسميها اللي هو فيها مثلا العيش ولا فيها الخبز ولا الصمون ولا التوست. احنا عادة نتكلم في وضع أو إنه مصطلح البديل. شنو هو البديل؟ يعني والله كمية هذه من الباستا اللي هو يعتبر ثلث كوب فيها 80 سعرة حرارية. الخبزة مثلا نصها فيها 80 سعرة حرارية، فأنا لو كليتها كاملة تصير 160 سعرة حرارية. التوست نفس الشيء الوحدة فيها 80، فلما انا اكل توست كني ماكله ثلث كوب باستا، كني ماكله ثلث كوب عيش، كني ماكله مثلا هذه الصمونه الصغيره. فعشان كذي احنا نطلق مصطلح بديل ان هذا يبدل هذا. فتقريبا مجموعه المخبوزات البديل الواحد بالامور اللي ذكرناها فيها 80 سعره حراريه. السمره الخبز السمره او التوست السمره الخبز اي الخبز الاسمر والابيض نفس السعرات ما تفرق سعرات. ليش ليش الفرق بينهم الالياف بالنهايه. اي لكن ليش صار في عليه كلام بانه يعني ينقص الوزن؟ لان امتصاصه بالجسم يكون بطيء. فانت اذا تشوفين قبل الهواء كنت تساليني عن خبز الشعير. خبز الشعير امتصاصه بالجسم ابطا وايد من الخبز الابيض. يعني يحسسك بالشبع فتره طويله. بالضبط. لان في الياف وايد يحسسك بشبع فتره اطول، بالتالي تقلل الخربطه ما بعد الوجبه لانك في شبع. اثنينهم لذيذين عموما الابيض والاسمر اثنينهم لذيذين. اي انا يمكن افضل الاسمر اكثر ما ادري عنك. الاسمر والحين ملت بصراحه للقلب الشعير. اوكي ممتاز. انزين نيجي حق مجموعة البروتينات. البروتينات قلنا هم ان البديل الواحد او مثلا 30 جرام من دياي او السمك او الربيان يعطينا الحين سعرات حرارية مختلفة باختلاف كمية الدهون اللي موجودة فيها. مثلا البروتينات اللي قليلة بالدهون الربيان يعتبر بديل قليل بالدهون من البروتينات. يعني كثرته باعتدال، كل شيء باعتدال المفروض، اي شيء نزيد عن احتياجنا اكيد لا مضار، لكن الربيان يعتبر وكوليسترول الكوليسترول اللي فيه ما يرفع كوليسترول الدم، ما يرفع الكوليسترول الضار بالدم، فيعتبر من فيعتبر من الاختيارات اللي هي قليله بالدهون. نفس الشيء البقوليات، فالبقوليات هم البروتينات ما فيها دهون يعني يعتبر فيها. يفضل ابدل مثلا الدياي عفوا اللحم وغيرها من هذه الامور بالبقوليات النخل الباجيلا. هو المفروض يكون يوم بالاسبوع استنادا من حمله ايدامي نباتي. صحيح. يوم بالاسبوع يكون نباتي. الواحد ما ياخذ فيه لا لحم ولا دياي ولا سمك. غير ان الواحد هم اللي بيسوي حميه بدل ما ياخذ بروتيناته كلها من مصادر حيوانيه. صح. ممكن ياخذها من مصادر نباتيه لان نسبه الدهون تكون فيها قليله. يوم كامل نباتي ها؟ يوم يوم كامل يوم واحد. اي يوم سبعة ايام بالاسبوع. يوم واحد عندك ما ادري انا شو ممكن تاخذ حليب. اي ممكن تاخذ حليب جبن بس ان الايدام اللي هو ما في لحم ولا سمك ولا دياي ولا منتجات اتوقع الحيوانيه تحديدا بشكل عام. اي احسن. بس انه حتى لو مثلا ديتوكس نباتي بس يوم بالاسبوع يعني يكون مموش مثلا الغداء خلينا نقول ما يكون في معدس لا مربيا ما يصير. انزين بالبروتينات مثلا الحين هذه تعتبر اختيارات قليله بالدهون. لما اروح انا مثلا التركي يعتبر قليل بالدهون، صدر الدياي قليل بالدهون. اذا باخذ انا الفخذ فهو يعتبر اختيار بروتيني اعلى نسبه الدهون.
بالضبط. اذا انا خذيتها مع الجلد فيعتبر اعلى اكثر. فالبروتينات تنقسم، ممكن انا اخذ بروتين في 35 سعره مثل مثلا الربيان، ممكن اخذ بروتين في 55 سعره مثل صدري الدياي مع الجلد، ممكن اخذ بروتين في 75 سعره مثل فخذ الدياي مع فخذ الدياي، ممكن اخذ بروتينات فيها 100 سعره حراريه لل 30 جرام مثل اللحوم المفرومه. فاكثر البروتينات فيها سعرات حراريه هو اللحم المفروم او اللحوم المعالجه اللي هو الساسج والمرتديلا والنقانق، هذيلا من أسوأ انواع البروتينات لانهم اكثرهم احتواء على الدهون. صحيح. البيض طبعا من ال بروتينات تعتبر نسبيا عالية بالدهون، البيضة الواحدة فيها 75 سعرة حرارية. طبعا إذا كان مع الصفار، إذا كان بس البياض فهي تعتبر اختيارات قليلة بالدهون. نحطها مع التوست، نحطها مع التوست صار صمونة. عليك العافية. الحين نيجي على موضوع الخضار. الخضار طبعا أقل المجاميع الغذائية سعرات حرارية. الخضرة الواحدة مثلا هي الطماطم الواحدة 25 سعرة حرارية، فيعتبر خفيفة وما فيها سعرات وتعطي سعادة. يعني اي شيء طماط، خيار، خس، جرجير، يعني كوسه، المهم الخضار، بروكلي، اي خضار اللي هي ما تكون خضار النشويه فيها 25 سعره، يعني ولا شيء سعرات حراريه اللي فيها. اذا بنيه على الخضار النشويه اللي هو مثل البطاط فهو يعتبر حاله حال الخبز. عشان كذا انا اقول حق الناس المصابين بالسكر، لما انتم تاكلون مثلا الغداء عندكم في عيش وفي مرق بطاط، لازم ما تكثرون من البطاط وايد او تقللون من العيش، تسوون موازنه بينهم. لان صحيح هذا خضار لكن خضار نشويه. الحين يمكن هذا يتطرق لطريقه الطبخ. لو انتم تشوفون هذه بطاطا مشويه وهذا بطاط مقلي، هو اثنينهم بطاط بس اختلاف السعرات الحراريه. يعني مثلا البطاط المخبوز فيه 80 سعره حراريه، البطاط المقلي فيه 230 سعره حرارية بنفس الوزن، نفس الكمية. 230 بس لاني انا قليل، يعني افضل اني انا اشويها بالضبط واكلها. بالضبط واكل ثنتين مكانها بالضبط. صح. في بدل ما تاخذ انت بطاطا واحده تقليها تكون اخذت وايد سعرات، تاخذ ثنتين من المخبوز او المهروس. والبطاطا الحلوه نفس الشيء درجة تقريبا عليها. نفس الشيء. فهو اي شيء مقلي انت تكون ضفت له سعرات حراريه اكثر. اذا بيع على الدياي، طبعا للاسف وايد ناس يقلون الدياي ببيتهم. يعني انتم ماكلين دياي ماكلين الدياي المشويه فيها 140 سعره صدر الدياي، واذا كانت مقليه فيها 360 سعره. فانا لما كل يوم دياي مقلي، كل يوم لحم مقلي، كل يوم سمك مقلي، زين انتم ماكلين السمك او ماكلين الدياي، ما له داعي تقلونه وتعرضونه لسعرات حراريه اكثر وبالتالي نسب سمنه اكثر. للاسف وايد في منها. يعني الفخذ يكون مليان بالدهن اكثر من الصدر. صح. واذا قلينا يصير اكثر، واذا كلينا مع الجلد هم يصير اكثر. ما خلقي والله. ليش؟ ان شاء الله يدك خلقك وبعدين تتخذ قرارات سليمه. لا متخذ على القرارات ان شاء الله بس ماجلها. انزين والجوانح الدياي اللي هو التشيكن، هو نفس الشيء. الجوانح، الريل، الدياي، هذول كلهم فيها نسبه دهون اكثر من الصدر. اذا بنيه على الفواكه، الحين موسم الصيف هو موسم الرقي. فالفاكهه تقريبا اللي هو الشريحه هذه او احنا نسميها البديل واحد من الفواكه فيها 60 سعره حراريه. يعني هذه فيها 60 سعره حراريه. مش رقيه هالجزء هذا؟ اي هالجزء هذا 60 سعره حراريه. وهي يعادل مثلا عرموطه واحده، تعادل مثلا هالكميه من الكرز اذا تبين معانا بالكاميرا. المانجا يمكن هم الحين احنا موسم مانجا. المانجا الكامله عباره عن حبتين فاكهه في علم التغذيه. يعني احنا نقول نص المانجا فيها 60 تقريبا كنها تفاحه واحده، بس اذا مانجا كامله يصير كنك يصير كنك ماكل تفاحتين يصير 120 سعره حراريه. فنقعد على التفاحتين او نكمل او انه تاخذ اللي بيسوون مثلا نظام غذائي ياخذون نص المانجا. نفس الشيء بالنسبه حق الموز. الحين وايد ناس يمكن يقولون الدايت يساوينك ما تاكل موز. هو ليش؟ شنو مشكله الموز؟ لان نص الموزه اللي هي الكميه هذه عباره عن تفاحه واحده او برتقاله واحده نفس الحسبه. فلما انا اكل موزه كامله انا اكلت حبتين فاكهه. حلو. ما اكلت حبه واحده. نفس الشيء بالنسبه حق المانجا، نفس الشيء حق الرمان. التفاحه كم قلنا؟ 60 سعره. فلما اكل موزه كامله فيها 120. اذا كانت يعني توها يعني مستويه ولا اذا كانت قديمه؟ نفس الشيء. فهم نفس السعرات الحراريه. تصير احلى هي بال اي تصير احلى لان اللي تتحول نسبه الكربوهيدرات فيها من كربوهيدرات معقده الى كربوهيدرات بسيطه، فيصير طعمها حالي. يعني حق اللي فيهم سكر اذا يلاحظون لما ياكلون الموزه مثلا مو وايد مستويه ما ترفع لهم السكر بسرعه اذا كانت وايد مستويه. لكن اثنينهم فيهم نفس الكربوهيدرات واثنينهم فيهم نفس السعرات، الا ان التركيبه الكيميائيه للكربوهيدرات تغيرت. حلو. بس جميل. اوكي. فالدهون الدهون طبعا حق الكورنر المعشوق.
اذا بنية على الدهون اللي هو بس دهون مثلا زبده ولا مثل مكسرات، احنا قلنا اللي هي اكثرهم احتواء على السعرات الحراريه. الحين الدهون يمكن الناس عبالهم ان زيت الزيتون او الافوكادو لانه هم مفيدين اذا سعراتهم قليله، فهو اذا انا جبت قفشه واحده زيت زيتوني جبت قفشه زبده اثنينهم فيهم نفس السعرات الحراريه، الا ان هذا مفيد للقلب وهذا ينزل الكوليسترول والزبده مضره للقلب، لكن اثنينهم تاثيرهم على الوزن واحد. زين باقي لنا دقيقه سميه، قلتي لي المكسرات ترى انا اعشق الكازو المكسرات الكميه هذه 45 سعره. يعني تنفع سناك. اي تنفع سناك طبعا كل ما كان مو زيدين. لما يكون ني يكون احسن طبعا، لما يكون محمص صح تكون زدنا نسبه الصوديوم والاملاح. زين وذاك الكورنر الجميل التشيز كيك تقريبا يتراوح من هذه تقريبا 200 الى 400 سعره حراريه. طبعا التشيز كيك دهونها جدا عاليه، فالاشياء هذيله مثلا هني التشيز كيك الايس كريم الكوكيز الهمبرجر هذيلا ترى كلهم دهون. اذا انا بشوف الهمبرجر ليش سعراتها عاليه؟ احنا لان قلنا اللحم يعتبر من البروتينات اللي دهونها عاليه وهو لحم مفروم، فهو يعتبر من اكثر البروتينات فيها نسبة دهون. فاللحم المفروم اللي فيه الجبن راح يحطوا له الجبن كامل الدسم طبعاً. الخبز يمكن فيها من نسبة دهن، وإذا يدهنونها بعد عاد وإذا فيها مايونيز، فعشان كذا يعتبر اختيار جدا سيء عالي مع أنه جدا لذيذ وذا طعم بعد يعني الاعتدال مطلوب بالنهاية. وفي الكورنر ذاك كله يعني اختيارات مو فالكورنر هذا يمكن الناس ما تنتبه الحين اللازانيا هم تعتبر أو المعكرونة بشمل كل ما كان فيها زيت أكثر كل ما كانت سعراتها أكثر، فهذيلا هي المجاميع اللي ممكن فيها الدهون المخبأة احنا يعني نسميها. نوخر عنها نقض النظر كثر ما نقدر. هذه تصير مالت 20% مالت الروح بس ما يصير اللي هو مالت الشكل اليوم شكرا سمية وجودك معنا، شكرا على المجاميع اللي جبتيها والسعرات اللي حكيتيها. اللي مهووس مثلي بالسعرات يدير باله وهمي شكرا بس يعني بس تاكل قبل هذا احنا كلينا قبل يا عبد العزيز خلي لي اياك اكيد قفلنا ان شاء الله البيت العامر كويت وناصر كنا معاكم ونكون باكر سلام في امان الله.